دمه يقرا. تقصد تتفرجوا؟ اللي عايز يشوف دمه يقرا. تتفرجوا؟ اللي عايز يشوف دمه يقرا. هدي نفسك يامه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. رايحه فين يامه؟ استني يا ايه يا بنتي يا هبه؟ انت مش هتهمدي غير ما ابني يخش السجن ولا يموت. بقول لك ايه يا وليه، انت محدش ياخد ضرب ابنك على ايده، بس يا بنت هو ياخد اللي رمي جتته. ايوان محدش ضربه على ايده وهو اللي رمي جتته، وبقولها قدام المنطقه كلها، ياخدها كلب وما ياخدهاش ابنك. ليه ان شاء الله؟ كان روح في توبك هو ولا ايه؟ بس يا بنت يا هند ما ترديش عليهم، سيبهم يقولوا اللي يقولوه. ما انت سامعه بيقول ايه؟ يا جماعه استهدوا بالله، احنا فيه ولا فيه؟ يا اخوانا ما يصحش كده، يروح الشغل لوحده، مش هيخرج من هناك سليم. ما هو العيب مش عليه، العيب على اللطخ ده. احترم نفسك. انا محترم نفسي، يعني غلطت في البخار يا خي. خلاص يا هند عشان خاطري خليها عندنا، وانت يا ام حسن لو سمحتي وقفتك دي مش حلوه، اطلعي فوق. مش هتحرك غير ما ابني يرجع. ما بلاش اللمه دي بقى يا جدعان، النسوان تطلع فوق واحنا مستنيين. يلا ياما، عم جندي وياسر راحوا يجيبوه. مش هتنقل من هنا غير ما يرجع. يا حسن يا حسن قول له يرجع. عملت ايه يا حسن؟ تعالى يا هبه، خد يا حق. مالكش دعوة انت خالص، خد حقك. يعني ماليش دعوة؟ مين يا بنت؟ روح عليك. حبيبتي ضربتيه بالشبشب قدام الناس وبعد كده اتجوزتيه. هو انا اتجوزته بمزاجي؟ الموضوع ما كانش كده. امال جه ازاي؟ مؤمن باشا سليم بيه عايزك. طيب جاي. فكري مع نفسك كده لو في حاجه ناسياها. عن ذنوبك يا باشا. هل دي ذنوب؟ ما انت لو افتكرتني هتعرف، اصل انا ذنوبك. يا ابني انا مش فاهم حاجه. طيب قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك. سيادتك عملت كتير، اديني فرصه تانيه بقى. خد بالك اللي انت بتعمله ده مش هيعدي بسهوله. انا وزير، فاهم يعني ايه وزير؟ يعني هتتحاسب. مين هيحاسبني؟ الدوله، الحكومه. انا مش بني ادم عادي. ما تفتكرش هتعدي كده. الدولة بتاعتك دي بره مش هنا. انت هنا في دولتي ومملكتي. وانا اللي بحط القوانين. وانا اللي بنفذها. انت مين؟ انا قلت لك انا ذنوبك. هنفضل واقفين كده ومستنيين. هتكلم معاه تاني يا باشا. واخد الكلام ايه؟ فيه وزير ومذيعه جوه، هنفضل كده تحت رحمته؟ يبقى ده وقت ان انا اضغط عليه. ماشي، اتفضل.
ايوه يا مدباشا. لاخر مره هقولها لك يا حسن، انت عايز ايه؟ عايز ايه من مين؟ منكم؟ مش عايز منكم حاجه خالص. امال اللي بتعمله ده اسمه ايه؟ تقدر تقول سيادتك كده بنسلي الناس في البيوت بدل ما هي زهقانه. لو انت فاكر انك عندك رهائن بتضغط علينا بيهم، فاحنا كمان ممكن يبقى عندنا رهائن من عندك ونضغط عليك. وظن انت عارفهم كويس. وبشوقك. يا جمو زمان يا فندم كان بيكلمني على اهله وشكله بيخاف عليهم قوي. اتفضل يا باشا. ايوه يا فهيم بيه، ابدا البس علشان انت هتبقى بطل الليله. يبقى يهجموا يا مرارك الطافح يا سعيد. مالك فيه ايه؟ المجنون اللي اسمه حسن ده بيقول ان انهم هيقتلوا بس مباشر حالا، وبيقول كمان ان انا بطل الموضوع. يعني ايه انت بطل الموضوع؟ مش فاهم يا شيرين، مش فاهم اي حاجه. احنا جاهزين. اه كويس قوي، تمام كده. جاهزه؟ جاهزه. ايوه حسن. ايوه يا فاهم بيه. احنا جاهزين يا حسن باشا. على البركه. ستاند باي 3 2 1. لايف. البث ابتدى يا باشا. ايه؟ البث ابتدى. بس قوم يا قوم. اوعى. انا حسن صابر الغريب، مواطن مصري عادي ويمكن اقل من العادي. جيت هنا انا ومجموعه وفخخنا المستشفى دي بالكامل واخدنا رهائن، ومش هنمشي قبل ما طلباتنا كلها تتنفذ. وطلباتنا سهله وبسيطه، مش هتكلف الحكومه جنيه واحد. وبالنسبه للناس اللي ليهم حد في المستشفى ما يلاقوش، هم بخير طول ما مفيش اي نيه للاقتحام. يعني لو عايزين تحافظوا على حياتهم لازم تتعاملوا مع الازمه بالعدل. ودلوقتي جه وقت الطلبات، وابلغها حالا للشخص اللي وقع اختيارنا عليه. ما ترد. ايوه بس اصلي ما ترد على التليفون. ايوه حاضر حاضر. الو فاهم بيه صاحب قنوات العالم الجديد، ايه رايك في المفاجاه دي؟ انا معجب بيك جدا وبوطنيتك وبكلامك عن مصر وحبك لمصر وناس مصر الطيبين ومصر الحلوه والشعارات دي. ايه رايك؟ مش عايز تساعدهم؟ انا خاطف رهائن. هتعمل ايه عشان تساعدهم؟ انا بالتاكيد لو في ايدي اي حاجه اساعدهم بيها مش هتاخر ابدا، اكيد هساعدهم. في ايدك. احنا عايزين 50 مليون دولار. لو مش عايز تدفع بلاش، بس خلي كل الناس تعرف ان الراجل اللي مصدعنا عن الوطنية ومساعدة الشباب راجل كذاب. وانا مالي؟ سوري اصدقوا يعني انا ايه اللي يضمن لي اني لو دفعت لك الفلوس دي هتفرج عن الرهائن اللي انت ماسكهم عندك دول؟ مفيش ضمان. هتدفع والا هخلص على اول ضحيه على الهوا. ضحي بيهم كلهم. ينصر دينك يا اخي، ينصر دينك. ينصر دينه على ايه يا اخي ياسر؟ اخوك بيعمل كده عشان الفلوس، مش زي ما انت كنت متخيل انه فاق وربنا هداه. اخويا جاي لنا يا اخي بدر. جاي لنا ازاي؟ انا اقول لك ازاي؟ لا لازم تقول لنا احنا علشان نفهم. وبعدين الشيخ واخد على خاطره منك قوي عشان الحاجات اللي ضاعت منك. الشيخ مقبول، انا كنت قلت لكم قبل كده ان اتكلمت مع حسن عشان ينضم لينا، وبعدين قلت لك كمان ان هو واخد فرقه في الجيش في المتفجرات في الصعقه، يعني قد ايه هينفعنا. وبعدين رجعت قلت انه ما سمعش كلامك والضلال مسيطر عليه. حصل.
بس اديك شايف الوضع كله اتغير دلوقتي. هو تقول انه هينضم لنا؟ معرفش، بس اللي انا متاكد منه دلوقتي ان حسن مزنوق. الجحر اللي هو فيه ده عمره ما هيعرف يخرج منه غير بمساعدتنا احنا. يعني لما الاقي كل الطرق قفلت في وشه يبقى عامل زي الغرقان هيجينا احنا، وساعتها نبقى فاتحين له دراعاتنا. وديك شايف عامل ايه في البلد وبطوله. تخيل بقى معايا لو واحد زي اخويا ده معانا، ايه اللي ممكن يحصل؟ والله يا شيخ مدبولي، والله وبعد ركعة بصليها اللي ما بدعي ان ربنا يعزنا بحسن. انا مش فاهم انت واخدنا ورايح على فين؟ طلع على الفيلا بتاع اسكندرية. ليه؟ اكن هناك شوية. تكن وانت مال؟ انا مال ازاي يا ابن المجنون انت؟ انا مال ازاي؟ مش هم خدوا هبة عشان الكلام اللي شفناه في التلفزيون ده؟ يعني لو طلع لها يد بده مش بعيد يعكشون انا كمان. برضو انت مالك؟ انا مال ازاي يا مش على ذمتي؟ يعني اقول لهم مراتي بتستغفرني وبسيبني تخرج من ورايا؟ اه تقول لهم كانت بتخونك مع حسن، انت لما شكيت فيها جبتها قعدتها مع نسوانك وعيالك يحطوها تحت عينيهم. يعني الحكومه هتاكل من الكلام ده؟ انا مش احسن ما تختفي وعليك هربان وتلبس الحكايه وش؟ انت السيد محمد السلطي؟ اه يا باشا. اتفضل معانا في المكتب. خير يا باشا؟ خمس دقايق تعرف كل حاجه. اتفضل. نبرت فيها يا روح امك. اتفضل. كلم المحامي حصلني. اتفضل. ما تخافش يابا، انا هكلم محامي اجي وراك. تعرف تصور؟ ها؟ تصور؟ اصل انا جابوا لي عقد عمل في الكويت ب 20,000 وبعت جرتين ب 12,000 جنيه وبعدين. انت هتحكي لي قصه حياتك؟ بتعرف تصور ولا لا؟ هصور. اطلع قدامي. هصور. 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 هو في ايه؟ قدامي يلا. قول لي بس في ايه؟ مالك؟ اديله الكاميرا. شيل معاه. فك. فكيها. شغالها له. حاضر. من ايه؟ اشتغلت. على فكره فهيم مش هيدفع لك ولا جنيه. مش موضوعي. طب ممكن فهيم لسه لو دفع لك هتخرج الفلوس من هنا ازاي؟ مالكيش دعوه. يا حسن يا حسن هتطلع من دي كلها ولا حاجه صدقني. وانت فاكر زمان لما انا قلت لك ان الغبا اللي بيستنصح في الوقت اللي المفروض يكون فيه في قمه الغباء. فاكر كلامك كويس ما نسيتوش. اتفضلي كلمي الناس. كلمي الناس. احكي لهم عن حسن الغريب اللي انت تعرفيه. طب بما انك بتقول انك عارفه كويس، تقدر تفسر لي اللي بيحصل ده؟ واحد طالب 50 مليون دولار مش مننا، من واحد صاحب قناة، ده سميه ايه؟ اسمه انه ما تعملش بعقلية خاطف. واحد يطلب المبلغ ده وما يحددش مدة زمنية معينة ملهاش غير معانا واحد بس. ايه؟ انه بيضيع وقت. والخوف بقى ان الوقت اللي بيضيعه ده يكون بيعمل فيه حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها. احلى قهوة للناس السهرانة معانا. اتفضل يا صبري بيه. لا لا يا ابني مش عاوز، انا عاوز ارتاح شوية. حضرتك هترتاح وسايب الراجل عما يبس بره؟ ايه؟ راجل مين؟ الراجل اللي هيبس بره ده اللي جوه المستشفى. يلا يلا يلا. حلوة جوز الميزة دي، اخد واحدة كمان. أعزائي المشاهدين، ضفت النهاردة ثناء مصر الإعلامية العظيمة اللي بتحب الغلابة وبتساعدهم. واللي ياما ساعدتني وحلت لي مشاكل. احكي لهم يا هانم، ازاي اتعرفت بحسن الغريب؟ واضح انها مخضوضة حبتين وخجولة. والحل الوحيد ان احنا نفجر الدنيا. خلاص 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 احكي. اتكلمي. أنا فعلاً كنت أعرف والدته. ليلى. نعم. بقالك سنة بتغسلي المواعين، في إيه؟ أعمل إيه؟ المعدول أختك قلت لهم يغسلي المواعين، عملت عيانة وجنبها بيوجعها، عايزهم بقى يدودوا؟ طب حازم يا ماما أنا سهل. لو أنت شمول قوي. آه. طب أعمل لك شاي معايا؟ متشكرين. إيه يا ماما في إيه مالك؟ جز عليا كده ليه بس؟ بصي لي اهي تعالى. ولا شغل المحلسه بتاعك ده مش واكل معايا. خش عدل كده وقول عايز ايه من الاخر. طب طالما انت فهماني بقى
انا عايز خدمه من سناء المصري. ايه خدمه من سناء المصري؟ مش انت عملت سبع رجاله في بعض وفتحت صدرك وقلت ما نعرفهاش تاني؟ انت تسمعني بقى ولا امشي؟ خلاص يا واد قول يا سبع البرومب. طب شطاب المواعين الاول. شوف الواد. خلاص هقول لك وربنا هقول لك. يا سلام. ايوه طبعا غلطان. ازاي تدخلوا البيت وهو مع واحده؟ اقسم بالله لو حسن ولا خالي عرفوا لا يطردوك من البيت والحته كلها. طب يا حبيبتي طب معلش طب حقك عليا خلاص ما انت عارفه عارفه. طب يا حبيبتي حقك عليا خلاص الزبون كان محكم راسه. معلش معرفش اتحجج له بحاجه خلاص بقى خلاص عشان انا قاعد مع ناس. يلا هكلمك تاني. يلا سلام. ماشي سلام. مين دي يا اسطى؟ واحده كده. طب معاك صورتها؟ انت كل واحده تسالني على صورتها وبعدين اصورها ليه؟ ما هي معايا على طول. معاك على طول؟ على ان نعمل البت دي من المنطقه هنا يا عم. من المنطقه ليك فيه؟ يا اسطى ليا فيه. اكون اظبطني ليه؟ تروح تتجوزها وتستر عليها بعد ما نسيبها؟ ليه وانا مغفل ولا ايه؟ هو انا امك اتجوز واحده شمال؟ طب لف يا اخويا. نايل اخويا كيف؟ لا ما حصلش حاجه. وبعدين بصراحة لما انت مشيت انا قعدت افكر فيها كده واستجدعتك قوي. حسيت انك بتحبها وخايف عليها ومش عايزها تتعب وتشتغل. حصل خير فالحمد لله. هو بس يعني حسن يعني كان جاي قصدك في خدمة كده. قوي قوي خير يا حسن. سيادتك انا خريج كلية فنون تطبيقية قسم نحت. وبعد كده خدت دبلومة في ترميم الآثار يعني. وجات لي شغلانة كده موظف في وزارة الآثار مشرف عام على مخازن. تمام حلو قوي كويس. لا مش كويس. هو ده بقى الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه. انا اكتشفت كوارث كبيره قوي. وانت فاكر سيد هيعديها على خير كده يا جندي؟ دول سماكين وانا مش مستعد اتعك معاهم عشان ابن اختك. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو حد خاصك في حاجه يا سي منصور؟ يعني ايه ما يخصنيش؟ لما البت الواطيه دي تضربه الشمش على راسه قدام الناس. جري يابا، حسن خلاني اعمل كده عشان ياخد لي حقي. حقك؟ ما تفتحيش بوقك لضربك بالشمش على بوقك. لا نظر ايه يا منصور؟ جري ايه؟ هو مفيش احترام خالص؟ عيب، اللي قدامك دول مش رجاله ولا ايه؟ وبعدين كان المفروض انت اللي تروح تضرب السماك ده وتفلق دماغ اهله نصين كمان عشان بنتك يا اخي. اديك قلت بنتي. ايه خصكم انتوا بقى؟ الجيره يا اخي. وانت لو لقيت حد جاي علينا مش هتقف جنبنا؟ هتقف تتفرج؟ والله لو الواحد مش قد الحاجه ما يعملهاش. ده احنا من ساعه الحكايه ديت وحاطين ايدينا على قلبنا خايفين لرجالته يدخلوا علينا واحنا يا اخويا مش قدهم. رجالته داخلين علينا احنا مش قدهم ليه؟ سايبه هي ولا سايبه؟ مفيش بوليس؟ مفيش حكومه؟ يا جماعه مش عايزين نكبر الموضوع، خلونا في المهم. الواد والبت عاوزين بعض. تعالوا بقى نلم الحكايه وما نوقفش المراكب السايره. المراكب واقفه لوحدها يا اخويا. نمشيها ونمشيها على كيفك كمان. طلباتك يا منصور باشا. اؤمر. عايز ايه؟ والنبي يابا عشان خاطري، والنبي ما تعند. الله يخليك. ماشي. شبكه 100,000 جنيه. وشقه تمليك باسمها في التجمع السادس. فين؟ في التجمع السادس. هو في تجمع سادس دلوقتي؟ مش كل خمسة. أمال أنت إزاي؟ لا بس أنت بتعامل ناس وابن ولا إيه؟ راجل عيب يختشي بقى يقول كلام معقول. هو ده اللي عندي. ومش هجيب لها قشاية واحدة. ده أنا لو بطلب ابني فرتيتي. يلا شعبان. نشوف آخرهم بس. يلا شعبان. السلام عليكم يا ابني. ما تستنى عم جندي رايح فين؟ اصبر شوية والنبي. رايح أشوف حد عاقل يقول كلام موزون يا بنتي. دي امك وده ابوكي. كان الله في عونك يا ابني. يلا شعبان. يلا سعد ديني. اتفضل يا اخويا. شرفته. ما تردش يا شعبان وانا هعبره. رد الباب وراك يا اخويا. وحياة المصحف اللي اجيب لكم الار. شوف البيت وين ادابها. واطيه زي امها. فين الحاجات انت عايز توريها لي يا حسن؟ لا ما انتوا تستنوا شويه عشان ما عندكوش تصريح تخشوا اماكن الجرد واماكن العاملين وكده. ايه
ده؟ ايه اللي جابك هنا وانت موقوف عن العمل؟ قطعت تذكره يا عم سلام. وبعدين لو فضل النظام اللي ماشي زي ما هو مش هيبقى فيه اصلا عمل. انت عايز ايه يا حسن؟ لسه عندي امل فيك يا عم سلام. مش قادر اصدق انك ماشي مع الجماعه دول. الامل الوحيد لحل مشكلتك انك تسكت وما تفتحش ملفات انت مش قدها. يا ريت كنت اقدر يا عم سلام. يا ريت كنت اقدر لما اروح البيت واحط دماغي على المخده انام مرتاح. عارف اني صغير قد كده. وعارف اني يمكن ما اقدرش اوصل لحاجه اصلا. بس انا مش عايز اقابل ربنا والناس اللي بيربوني بضمير ميت وعين مكسوره. طب انت هتستفيد ايه يا ابني؟ ان اقول لك انك انت صح وان كل حاجه مش تمام. انا يا ابني موظف صغير وعايز اعيش. ايه ده؟ انتوا بتصوروا؟ انتوا ما عندكوش تصريح تصوير؟ ما تخافش يا عم. لا لا يا عم سلام كمل ما تخافش. كمل. انا ماليش دعوه ماليش دعوه. انا ما اعرفش حاجه ما اعرفش حاجه. يا نهار اسود ده الموضوع طلع كبير قوي. ده طلع مافيا. امال انت فاكر ايه؟ جماعه دي كارثه. والراجل حصل له بانيك اول ما ابتدى ازنقه في الاسئله. ماليش دعوه ما اعرفش حاجه. بس برافو عليك يا حسن الحلقه دي ان شاء الله هتكسر الدنيا. متكسره خالص يا استاذه مش ناقصه اللي يكسرها. هذا اللي بنعمله في تاريخنا واصلنا وعمالين نتنطط على الدنيا كلها. اعمل حسابك ان شاء الله النهارده هنعمل لك مداخله بالليل. بس استاذه مش هتعرف كل شويه تقول لك وقت التلفزيون واتكلم التليفون وقت التلفزيون واتكلم التليفون. احنا بيطلع عينينا وقت التلفزيون واتكلم التلفزيون. ايوه بوظ الحلقه يا حسن جدع. يا ده عم منصور هتجيله جلطه. مين منصور؟ ابو هبه. هبه مين؟ لا ده موضوع بقى بحكوليك في المداخلة إن شاء الله. ما احنا اللي متصلين بقى كريدت ببلاش والكلام ده. أبو ياكس أخوك يا اسطى عامل سياحة إنه طالع مع سنايا المصري في التلفزيون. بقول لك يا عبودة أيوة جيب لنا كده هات النجم. خد يا خير الريموت في إيدك أهوت هات المحطة اللي أنت نفسك فيها. فضيلة النهاردة موضوع الحلقة مختلف شوية. ابتدت أهي. يمكن ده بسبب ابتدائي من اللي حاصل في شبكات التواصل الاجتماعي. حلقه متعاده استمر في اللعب. هم لا اهاليكوا عليه حسستوني ان هو الكافور فجاه الله يحرقك العب يا عم. كل الناس متخيله ان الحكومه دي مفروض انها تدي لهم مصروف يومي. احنا ليه مش قادرين نفهم ان احنا لازم نشد الحزام؟ احنا ليه مش قادرين نقدر ظروف البلد؟ انت مش قلت لي انها اكدت عليك انها هتزحف حلقه النهارده؟ شايفين ليبيا العراق العموم انا من الاول شاغل في الناس دي وقلت لك هي هتكدب ليه؟ بقول لك ايه؟ ما تكلمها ونقف جنب الدولة. لا ازاي؟ ليه وليه؟ كل حاجة فيها شكل، القطاع فيها شكل، المعيشة فيها شكل، هو المفروض يعني الحياة تبقى في يوم وليلة وردي؟ في يوم وليلة الناس تتغني؟ واحنا ما بنشتغلش ليه أصلا؟ احنا شعب تمبال بطبعه ليه؟ ما تقفلش كده، قول قول كنت غلطان لما صدقتك زي كل الناس الغلابه اللي بيستنوا برنامجك. كنت حمار لما افتكرت انك ممكن تساعديني وانت استغلت الموضوع عشان تساوم الحراميه الكبار. خلصت محاضره؟ لسه احنا يا دوب بنقول يا هادي. اعزائي المشاهدين لا ننصح بالمشاهده لاصحاب القلوب الضعيفه والاطفال وانا اسف لهذه المشاهد. قالوا ضغط عليا من نهز من فوق. قول يا حبيبي. هتكلم اقسم بالله هتكلم. قول يا سميهم. يا حسن انا ما صورت الحلقه قلت ادور ورا الموضوع ليكون في حد مهم عشان ما تنسيش. قول يا حسن انت لقيته. اساميهم ايه؟ اول واحد. اقطع بس يا فندم. اقطع بس. اقطع. اوعى. ودلوقتي زي ما احنا متابعين محاولة القتل الإعلامية سناء المصري على الهواء مباشرة في سابقة جديدة من نوعها.
واش السيد اظهر بس. المعلومات دي ما تنفعش تتقال على الملأ كده، وديك سمعت المذيع وهي بتقول الناس اللي فوق يعني امن قومي، والناس في البيوت لو سمعوا حاجه زي دي هتبقى كارثه مصيبه والبلد مش ناقصه. يا فندم انت عارف يعني ايه تقطع البث وهي بتقول الاسامي؟ يعني كل الناس اللي بتتفرج على الراجل اللي فوق ده اعتبرته صاحب قضيه، وان اللي قطع البث متورط في الموضوع. انا مش متورط يا انت، مش متورط. الو؟ ايوه يا فندم. امرك يا فندم. أمر معليك يا باشا، مع السلامة. اقتحم يا أمجد. يعني يا فندم؟ طب والرهائن؟ بقول لك اقتحم. يا باشا وقرآن ربنا على الطلاق بالثلاثة من نسوني كلهم، أنا ما أعرف أي حاجة. ما أعرفش حاجة إزاي؟ وفي حد بيتجوز واحدة ما أعرفش عنها حاجة معلم؟ ولا معلم ده اسمه أو أنت؟ يا باشا انا ما كنتش متجوز البنت دي عشان تفتح لي بيت، لا انا كنت متجوزها بالعند فيها هي اولاد ابن الهرمه اللي اسمه حسن ده. عند؟ اه يا باشا، بعد اللي عملوه فيا كان لازم اذلهم هم الجوز. هم عملوا فيك ايه؟ عملوا فيا ايه؟ اللي عملوه فيا يا باشا ما تعملش في حد ابدا. ايه؟ انت هتفضل حاطط ايدك على خدك كده؟ ما ترد عليا يا عم. ارد عليك اقول لك ايه؟ ما انا لو مخلف راجل واقف في ظهري في السوق كان حصل اللي حصل. خد لك حقك على الحرام لاخده والليله. ولا اقعد اقعد ايه ده، بدل ما تبقى الفضيحه فضيحتين وسيب لنا الموضوع ده. ما انا سايب لك كل حاجه ودي اخرتها يابا، احنا لازم ناخد حقنا، يا اما مش هنعرف نوري وشنا لحد في السوق. البياعين بيتمسخروا علينا، الشاهلين بيقولوا علينا نكت. حقنا هناخده عاشور بس مش بدناك. شوف انت رايح فين وانا هتصرف، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. انت حر بقى. لا ما ينفعش طبعا، ابوك وامك دول نعمل فيهم ايه؟ ابويا وامي دول بيروحوا يخبطوا دماغهم في ادخن حته تعجبهم. اه بعدين ابويا ده فنجري بقى وانا عارفه يا حسن هو رخم. رخم بجد. بس برضه الجواز له اصول واحنا لسه ما قفشناش قرش، احنا لسه بنقول يا هادي يا هبه. يا حسن انا مش عايزه منك حاجه. طب والله العظيم لا اتجوزك بالشاليه اللي عليا. انا شال ده؟ ده معف. ما انت اللي جايبه. نفسي اعمل لك احلى حاجه يا بت، بس كلامك ده مش مظبوط، ده ينفع مع ناس على راسها بطحه حاسين انها عامله عامله، لكن احنا مش كده. يا خرابي على العسل، يا خرابي على الراجل، مش عايز تبوسني يا حسن بقى والنبي والنبي.